وجودك هو تقدروا تقولوا عليه ملك تصوير الفوتوغرافيا على مستوى السنوات اللي فاتت أو القرن اللي فات كله. بدأ المشروع ده سنة 1888، وكان اختراع إنك تدخل مكان ومكان التصوير تصورك، وأفلام بتتحمض وتطبع في أوضة ضلمة، والجهاز العجيب ده اللي انت بتصور بيه كده بيطلع صورة مطبوعة، ودي كانت اختراع، يعني اختراع كبير في بداية القرن، يعني حاجة يعني ايه ده؟ معقولة بنطلع صورة فوتوغرافيا؟ شكلنا ده بيطلع صورة فوتوغرافيا؟ وبعد شوية كودك بقت منتشرة في جميع أنحاء العالم وبقت جزء من ذكرياتنا. نجحت كودك إنها تستحوذ على 80% من سوق الفوتوغرافيا على مستوى العالم كله. ما بقاش في العالم كله وحش غير كودك. سنة 1975 في مهندس في كودك، المهندس ده اخترع الكاميرا الرقمية. الكاميرا الرقمية دي بقى كانت اختراع جديد. المهندس راح للمدير بتاعه في كودك وقال له أنا عندي اختراع، والاختراع ده مهم جداً، اسمه الكاميرا الرقمية. فالمدير بتاعه قال له بلاش تقول لحد، بلاش تقول لحد، خلي الكلام ده بيني وبينك بس، عشان كده أنت بتضرب النار على رجلك. المدير بتاعه خاف على المصانع اللي بتطبع أفلام وبتحمض وبتطبع ورق، فقال لك الإدارة العليا يعني لو شافت الموضوع ده أكيد هترفضه، يعني إيه كاميرا رقمية أصور الصورة تطلع لي على شاشة؟ يبقى الناس اللي بتاكل عيش بقى من الطباعة وتحميض الأفلام دي هتعمل إيه؟ أو يعني هتحل المسألة دي إزاي؟ لكن وهم بيستفوا الورق، الراجل المهندس ده عمل براءة الاختراع وسجلها باسم كودك. طلعت بقى أو طلع اختراع جديد في العالم اسمه فوجي. فوجي دي شركة يابانية وبدأت تشتغل بالكاميرا الرقمية. بدأت هنا كودك في التراجع والانسحاب. كودك حاولت تحل المسألة فبدأت تطلع مكنات الحلاقة والشفرات بتاعت الحلاقة، وبدأوا يكسبوا فلوس كتير جداً من وراء الشفرات اللي احنا كنا بنقعد نشتريها ونبدل فيها، وما زالت إلى الآن من براندات مختلفة. فوجي في المقابل بدأت تشتغل في الكاميرا الرقمية. بدأ الناس يستغنوا عن الصورة الورقية، وبدأت كودك تتراجع لحد ما وصلنا لمرحلة إيه بقى؟ إن سنة 2013 كودك كانت مهددة بالإفلاس، فاضطروا إنهم يبيعوا شوية براءات اختراع من الورق اللي كان متستف عندهم، وكان من ضمن براءات الاختراع دي اختراع الكاميرا الرقمية اللي هو واحد من أعظم وأهم الاختراعات في تاريخ البشرية. تخيلوا بقى إنهم باعوا كل الاختراعات دي بكام؟ تخيلوا أقول لكم الرقم، 500 مليون دولار، وده يعتبر مبلغ تافه جداً في حجم التجارة العالمية المرتبطة بالموضوع ده. 500 مليون دولار. بعد شوية شركة كودك أعلنت إفلاسها، أفلست الشركة وبقت جزء من النوستالجيا، وآخرها علامة تجارية على تي شيرت في كوريا. بيحاولوا دلوقتي إنهم يرجعوا الماضي، بيحاولوا إنهم يطوروا كاميرا بالاشتراك مع أوبو، يمكن بيحاولوا إنهم يطوروا نفسهم، ممكن. خلاصة الحكاية دي إنك ممكن توصل لقمة النجاح وتوصل لقمة الهرم، لكن لو ما بذلتش مجهود في إنك تطور نفسك وتتعب وتشقى وتشوف العالم بيفكر في إيه وتشوف احتياجات الناس اللي حواليك إيه، هتقع من فوق لحد ما رجليك تنكسر. اشتركوا.
المشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.